بالإمكان إذا يخف أحد الأعضاء يحضر نفسه، فهذا الأمر جدا طبيعي. وأرجو من القسم القانوني أو العضو الذي فيما يخص قضية الاستجواب، لأن لدينا 10 أسئلة وممكن هذه الأسئلة تفرق من سؤال. يمكن السؤال الأول والمحاضر حاضر طبعا هو غياب، هو من دون عدد قانوني مقبول. مقرر الجلسة محضر الجلسة اللي هو محضر يعني كامل، و خلي ينتقل بشكل تفصيل. تصرفاته فردية وراح أبقى أكررها، لكن هو اللي مستوي بأناس لا يعرفون حقيقة العقوب. نأمل من الجميع أن يراجع نفسه. الخاطر كل الخسائر اللي انطرها أبناء الموصل بصورة عامة من المدنيين وخسائر القوات المسلحة لأجل الذكالة لأجل الأيتام، قنوات الإعلام وحتى في الموقع الرسمي لمحافظ نينوى، كيف تعطي كلام انك راح تعيد الحياه الى الجانب الايمن ب100 يوم ثم تتخلى عن هذا الامر ولا نعلم سبب تخليك عن هذا الموقف. حقيقه اللي كثير من القضايا على مجلس المحافظه من الاخوه غير الموقعين، التحلي بروح المسؤوليه والاخلاق الحقيقيه امام اهالي الموصل، لانه اما ان يثبتون انه محافظ نزيه ليخرجوا ويدافعوا عن المحافظ وعما ان يستمروا بهذه التصرفات التي قد تعرضه في المستقبل للمساعده القانونيه. سيد الرئيس، هناك الالاف من العوائل لحد الان يعيشون في مخيمات وزعت لفترة قصيرة جدا، كمثلا أبعد شيء 6 أشهر، ولكنه أنا واحد من الذين نعيش في خيمة 3 سنوات أو أكثر، وهناك ناس لم يحصلوا على خيمة. هم حاليا يعيشون في هياكل غير كاملة، هناك مرضى يحتاجون إلى علاج، هناك مرات يحتاجون إلى دعم. وحسب ما أنا لم أطلع على المبالغ يعني بصورة تفصيلية، ولكن أنا عرفت قانون مجلس المحافظة أو صلاحيات مجلس المحافظة، لم يصرف دينار واحد كقيمة دينار، لم يصرف إلا بموافقة مجلس المحافظة نينوى. فأعتقد أن سيد المحافظ اتعاقد مع مقاولين بدعوات مباشرة، وأيضا مع منظمات المجتمع المدني العالمية. تثبت هذه الملاحظة أيضا من ضمن الأسئلة المعروضة والمطروحة في المحاضرة الغائية. الذي إذا وصل إلى المؤسسات الأخرى سوف يقضي على نينوى. نحن خرجنا من داعش، حررنا نينوى، ضحت جيش، ضحت البشمال، ضحت البشور، كلها ضحت، ودفعت مكونات نينوى ثمنا باهظا. علينا أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نقف. نحن الآن على أفضل الطرق، إما أن تمضي نينوى إلى الهاوية، وإما أن نقول لمحافظة نينوى كيف مكانك، مجلس محافظة نينوى موجود، ونحن ماضون إن شاء الله لإنهاء هذه المهمة القادمة والتشريعية. شكرا سيد الرئيس. من الغير ممكن، هو قال لي في حينها أنني استحصلت موافقات من وزارة التخطيط. طيب، إحنا بعد تحرير الموصل لا زال هذا الأمر ماشي، يعني إذا كنا في أثناء التحرير أو ما قبل التحرير، ما بعد التحرير من المفروض أن نعود إلى إجراءات التعاقد أو إعلان المشاريع بشكل رسمي، تعلن في الصحف الرسمية، في الإذاعات، في الكثير. لا توجد لدينا نحن كمجلس محافظة نينوى أي تبليغ بإعلان عن مشروع. تصور اللجان التي تعمل في مجلس المحافظة لا تعلم بالمشاريع التي تحال تعلن لكي يتم مراقبتها ومتابعتها من قبل أعضاء المجلس. هناك مشكلة المهندس كفاح الذي كان يعمل في ديوان المحافظة. حسب ما سمعنا أن المهندس كفاح تم تكليفه بإدارة مديرية المجاري الصور، وأعطي له إجازة لمدة شهر، ومن ثم سمعنا أن المهندس كفاح وصل إلى أمريكا. شنو هذا الموضوع؟ شو سوى المهندس كفاح؟ المهندس كفاح هل هو
اختلس اموال، شنو التحقيق اللي صار عليه، يعني شنو ملامسات هذا الموضوع؟ مهندس كفاء، يعني اسمه مهندس كفاء. شوف الخربطه اللي عايشه محافظه نينوى بفوضى ما موجوده بكل محافظات العراق. مهندس كفاء هو اللي مستشار اللي كان مسؤول بالتعاقد مع مستشفى جينوبي. من عند كنت رئيسة لجنة الصحة، من حضرتك طلبت من عندنا انه مستشفى جينوبي اجتماع معها مع مدراء المستشفيات، بالذات مع مستشفى جين، لانهم كمستشفى اهلية هم احرار يقدمون اسعار مبالغة بها من عمليات بسيطة. احنا اخذنا لجنة من الاطباء، انا ونائب رئيس اللجنة واعضاء من لجنة الصحة، وقابلنا مدير المستشفى، قدموا لنا المبالغ. طبعا المبالغ قالوا احنا احرار يعني اهلية ومبالغ بها، عملية بسيطة، عملية مليون ونص، متفاجئ انه العملية بثلاث ملايين وربع. بنفس الوقت طلبنا من مدير الصحة بوقتها ولجنة من اطباء نينوى يقدموا لنا اسعار معتدلة، وبالفعل قدموا لنا، موجود بوقتها قدمنا لك التقرير، قدموا لنا اسعار معتدلة. قالوا احنا راح نتحاسب يوم من الايام، راح يحاسبونا من الوزارة. احنا هاي العمليات، هاي تكلفتها، عملية فرضا مرارة ابسط عملية هاي مليون ونص، هاي الاسعار المعتدلة، الخفارة، المقيمة، القضية، قضايا التفكير، وكل ده بالتفاصيل قدمنا له من قائمة. قال احنا ما نقبل بهذا الاسعار، والسبب لان المهندس كفاح متفق معهم ومتعاقد وراضين بهذا المبالغ الضخمة. يعني بدل ما احنا نستفاد من المبالغ المعطاة، بدل ما نجري مليار نجري بينه 10 عمليات، كنا فرضا 15 عملية، كنا نريد نعمل بينه 30 عملية، واحنا بظروف نازحين كان بأمس الحاجة لهاي عمليات. لكن محافظة نينوى كانت ما متآمنة، والدليل يخلي مهندس هو مستشار ومسؤول عن المستشفيات يتعاقد معهم. قالوا احنا متفقين معهم وهالأسعار هي موافقين علينا، واحنا ما نقبل بالأسعار المعتدلة. يمثلون مناطق مختلفة من نينوى، يمثلون مكونات مختلفة من نينوى. نحن مستمرون في أداء مهامنا، مستمرون في تحدي مرحلة ما بعد داعش، في موضوع السلم المجتمعي، في موضوع تقديم الخدمات، ولكن ما هو موجود جدا ضعيف، ونحن أمام مشاكل كبيرة جدا، وكل المؤشرات تقول بأننا حكومة جدا ضعيفة. فإذا لمواجهة هذا الموضوع بكل ثقة، وأيضا للتصدي لهذا الموضوع بكل ثقة، فيجب أن نمضي في موضوع البدء في القناعة. وبناء على طرح العضو خبر الحديدي، فأنا في موضوع عقد الجلسة، هي صحيح بصلاحيتي أنه الآن أدعو إلى جلسة حتى بعد 10 دقائق، هي بصلاحيتي لأهمية الموضوع، ولكن مع ذلك حتى تأخذ يعني طابعا إلزاميا، أنا راح أطالب بالتصويت على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم اجتمع مجلس محافظة نينوى وعقد جلستين هامتين. الجلسة الأولى المرقمة 65، وأيضا كانت بناء على طلب العدد الكافي من أعضاء مجلس المحافظة، وكانت مخصصة لموضوع استجواب السيد المحافظ، وتم طبعا اتخاذ كافة الإجراءات الشكلية المطلوبة، ولكن لم يحضر وبدون عذر وبدون أي مسوغ قانوني. وتم اتخاذ قرار في هذه الجلسة بعقد جلسة البدء في القناعة في المواضيع التي طرحت في كافة الملفات التي تخص السيد المحافظ وأداؤه الإداري والوظيفي والقانوني والمالي وحتى الاجتماعي. و في الجلسة المرقبة 65 تم يعني توجيه الأسئلة بشكل القانوني إلى السادة أعضاء مجلس المحافظة، وهذه الأسئلة كانت واضحة جدا، وهي ليست بجديدة على السيد المحافظ، لأنه سبق وأن تم تزويده بكتب رسمية حول هذه الأسئلة، ولكن لم يكن هنالك ردود رسمية مقبولة أو مقنعة. وهذا الأمر طبعا تكرر مرارا، وفي
في الجلسة تم التصويت على مقترح بأن يتم عقد جلسة أخرى في هذا اليوم بعد الجلسة رقم 65 للبت في قناعة المجلس بما طرح من مواضيع والملفات، وذلك لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي تأخير، وكذلك حجم ومسؤولية المسؤولية الملقاة على السادة أعضاء مجلس المحافظة باعتبارهم الجهة التشريعية والرقابية، سيما وأن يعني ملف استجواب السيد المحافظ أصلا مطروح في سكرتارية مجلس النواب العراقي، وهذا الملف وهذا الموضوع أخذ يعني مديات بعيدة جدا، ونحن الآن أمام الرأي العام في نينوى وفي الموصل. فنحن الآن أعضاء مجلس المحافظة الذين حضروا في هذه الجلستين نؤكد بأننا قدمنا ما علينا من واجبات ومن مهام وما أملي علينا من واجباتنا الوظيفية والأخلاقية، وفي الأخير طبعا توصلنا إلى هذا القرار المهم الذي تم اتخاذه في الجلسة رقم 66، والقرار كالتالي: استنادا إلى أحكام المواد 115 و122 ثانية من الدستور والمادة 2 رابعا والمادة 7 سادسا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، قرر مجلس المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه في الجلسة المرقمة 66 المنعقدة هذا اليوم في مبنى ناحية القوش، وهي الوحدة الإدارية التابعة لمحافظة نينوى. وأريد أذكركم أنه في هذا المبنى في هذه الناحية في حينها تم انتخاب السيد المحافظ الحالي في نفس هذا الموقع، واتخذنا القرار التالي: أولا، إقالة محافظ نينوى السيد نوفل حمادي سلطان من منصبه. ثانيا، مفاتحة السيد رئيس الوزراء لسحب يده فورا. ثالثا، إحالة كافة الأوراق والأدلة الثبوتية إلى المحاكم المختصة. رابعا، مفاتحة الجهات ذات العلاقة لاستحصال موافقة منعه من السفر. طبعا الأسباب الموجبة هي كالتالي: بعد اطلاع السادة أعضاء مجلس المحافظة على كل الأدلة المتحصلة والموجبة وتولد القناعة الكاملة بعدم نزاهته وهدره للمال العام واستغلاله المنصب الوظيفي والإهمال والتقصير في أداء الواجب والمسؤولية وتجاهله لقرارات مجلس المحافظة، صدر هذا القرار.